بمناسبة مباراة السوبر، هل في عقوبات منتظرة على أي من الفريقين، الأهلي أو الزمالك أو لاعبي الأهلي أو الزمالك، من المنتظر أنها تصدر قريبا؟ لا، التقرير اللي جاي لي ما فيهاش حاجه، ما فيهاش مشكله. يعني ما فيش أي الحكم عقوبات. طبعا ما كتبش حاجه خالص، الحكم والمراقب اشاد بالكابتن سيد والكابتن شيكابالا في النفسات اللي احنا شفناها كلها، عظيم. فما فيش امور يعني تستدعيه. بعض المناوشات الخفيفه ما تستدعيش اي حاجه. يعني الواقعه بتاعت شيكابالا وعلي معلول وحسين شحات دي، بالنسبه يعني هو شافها ان هي كانت مناوشه بسيطه، مناوشه تحصل في الملعب عادي. بتاعت كوره، والحكم كانت قدام الحكم، والحكم ما خدش اي اجراء، وبالتالي الحكم ما يقدرش يبقى حاجه اثناء المباراه، يكفي فيها تقريبا بعد المباراه. اذا كان صحيح. لازم لو في حاجه شافها فيها تجاوز لازم ياخد اجراء، سواء انذار طرد. الواقعه كانت قدام عينه، فما دام الامور ما خدش اجراء يبقى اكيد ما فيش مشكله يعني. عظيم جدا. طيب